انضم الينا زميلي ايمن ابو شنب من رفح مراسلنا هناك. ايمن، اولا اهلا بك. يعني عندما نطالع كلمه رفح يتبادر الى الاذهان اكثر من محور، محور القصف واستمرار العدوان ايمن، كذلك محور دخول المساعدات من عدمه، كذلك حركه النزوح خاصه مع اشتداد المعارك والقصف الاسرائيلي المستمر على خان يونس. رفح كيف تبدو في هذه الاوقات ايمن؟ نعم محمد، رغم أهمية الأحداث في محافظة خان يونس ومحافظة رفح، نبدأ من مدينة غزة. أبلغت قبل قليل بقيام الطائرات الحربية بشن سلسلة من الغارات على مدينة غزة دون معرفة ماهية الأهداف التي تم قصفها في تلك المدينة. هذا هو الخبر الذي وردني قبل قليل بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة، ولم تعرف ماهية الغارات حتى هذه الساعة. لكن مع القتل يا أيمن لا نسأل عن بنك الأهداف ورودها إلينا. يعني سنبدأ من محافظة خان يونس. من محافظة خان يونس فإن ما تزال عملية القصف المدفعي والجوي في محيط مستشفى ناصر الطبي مستمرة، فقد أعلنت وزارة الصحة قبل قليل بقيام الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية بشن سلسلة من الغارات في محيط مستشفى ناصر الطبي، كما قامت الطائرات من نوع كواد كابتر بإطلاق النار والرصاص باتجاه مباني مستشفى ناصر الطبي دون أن يبلغ حتى الآن عن وقوع أي من الإصابات. لكن هناك خشية من أن تكون هذه الغارات والقصف مقدمة للتقدم باتجاه المستشفى تمهيدا لاقتحامه كما جرى مع وشمالها. أيضا أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي يواصل حصار مستشفى الأمل لليوم الرابع على التوالي دون دخول أو خروج أي من المرضى أو النازحين أو من الجرحى بالدخول والخروج من المستشفى. هناك عزل لمستشفيي ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. أيضا هناك سلسلة من الغارات كانت قد جرت في معسكر خان يونس وفي وسط مدينة خان يونس أيضا وفي منطقة غربي محافظة خان يونس، سلسلة من الغارات أدت إلى استشهاد أكثر من 15 شهيدا خلال الساعات الماضية. وأخبرنا بأن هناك العديد من جثامين الشهداء ما زالت ملقاة على الأرض في محافظة خان يونس نتيجة الغارات الإسرائيلية. أيضا ما زالت هناك أعداد النازحين في منطقة الصناعة أو مركز إيواء الصناعة التابع للأمم المتحدة، هناك العديد من النازحين محاصرين داخل هذا مركز الإيواء دون معرفة ما الذي يجري بداخل هذا المركز. أيضا تم دفن العديد من جثامين الشهداء داخل مركز الإيواء لعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى مركز الإيواء أو مركز إيواء الصناعة التابع للأمم المتحدة. هناك ظروف غاية في التعقيد في محافظة خان يونس. وزارة الصحة الفلسطينية حذرت من استمرار منع تنقل سيارات الإسعاف وعزل مستشفيي ناصر الطبي ومستشفى الأمل. هناك الأطباء داخل هذه المشافي بلا أدوية وبلا مستهلكات طبية وبلا طعام وبلا وقود. أيضا خلال الأيام ستنفذ كميات الوقود من داخل مستشفى ناصر الطبي، وسيكون في ظلام دامس لعدم توفر أي من المحروقات له حتى الآن. ما حسب ما تحدثت وزارة الصحة بأن الكميات الوقود الموجودة داخل المستشفى تكفي لعدة أيام فقط، ومن ثم ستنفذ هذه الكمية ولا ندري ما الذي سيحصل بعد ذلك. الأمور غاية في التعقيد. أوضاع المرضى أوضاع الجرحى صعبة جدا. أيضا هناك أكثر من 400 مريض
بحاجة إلى غسيل كلوي، حتى الآن لم يتمكنوا من الوصول إلى مستشفى ناصر الطبي. أيضا يسمع بين الفينة والأخرى في محافظة خان يونس دوي انفجارات واشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي. الفصائل الفلسطينية تبنت عدة هجمات ضد آليات الجيش الإسرائيلي في محافظة خان يونس، وأيضا تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه أقام نقطة طبية في منطقة مواصي خان يونس من أجل معالجة الجرحى قبل تحويلهم إلى مشافي محافظة رفح. أيضا بالانتقال إلى محافظة رفح، كان هناك خلال الساعات الماضية 7 شهداء جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية على محافظة رفح، والتي استهدفت منزل لعائلة الغول غربي محافظة رفح، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد مواطنين 2 وإصابة العديد بجراح مختلفة. أيضا سبق هذه الغارة قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف مسجد عمر بن عبد العزيز شرقي محافظة رفح، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة العشرات بجراح مختلفة، وأدى ذلك إلى تدمير العديد من المباني المجاورة للمسجد. وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 1000 مسجد في قطاع غزة من أصل 1200 مسجد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على محافظة قطاع غزة. أوضاع وكارثة في كافة مناحي الحياة في محافظة رفح. هنا محافظة رفح أصبحت موطن لأكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح من جميع محافظات قطاع غزة. مساحة 20% من مساحة قطاع غزة، أي ما يعادل 60 كيلومتر مربع، هي أصبحت ملجأ ل1.5 مليون نازح ونازحة من منطقة من جميع مناطق قطاع غزة في ظروف غير صحية وغير إنسانية، في ظل فقدان أبسط مقومات الحياة، في ظل عدم توفر الكهرباء وعدم توفر وسائل التدفئة وعدم توفر المياه النظيفة وعدم توفر الغذاء وعدم توفر الأدوية الخاصة بالمرضى المزمنين ومرضى السرطان. أيضا هناك أكثر من 900,000 طفل بحاجة إلى حليب، بحاجة إلى بامبرز. أيضا هناك 60,000 سيدة حامل في جميع مراكز الإيواء بحاجة إلى رعاية صحية، أكثر من 180 سيدة تضع مولودها بشكل يومي في ظروف غير صحية وغير إنسانية. وأيضا هناك حالة تكدس كبيرة في محافظة رفح نتيجة انعدام أبسط مقومات الحياة. هناك حياة الناس على الطوابير، على الرعاية الصحية وعلى المخابز، وحتى في الطرقات هناك ازدحام شديد، بالكاد تستطيع أن تضع قدمك داخل هذه الشوارع أو أن تقود مركبتك داخل هذه الشوارع. أمور صعبة وقاسية. ما يصل عبر معبري كرم أبو سالم التجاري وعبر معبر رفح لا يلبي احتياجات الناس، ما يصل عبارة عن 5% كما تقول الأمم المتحدة. أيضا ما يصل عشرات الشاحنات ولا تتعدى 170 شاحنة في أفضل الحالات من كلا المعبرين. أيضا بحاجة قطاع غزة إلى 1 مليون لتر من المحروقات ومن الغاز بضرورة أن تصل إلى محافظات قطاع غزة بشكل يومي في من أجل إعادة تشغيل المستشفيات وإعادة أيضا حركة جميع القطاعات المختلفة في محافظات قطاع غزة. ظروف صعبة وقاسية. الآن الأجواء باردة، البرد ينخر في عظام النازحين في المخيمات وفي الهياكل وفي الهياكل البلاستيكية أو النايلون أو عبر الأقمشة. ظروف قاسية وصعبة دون أدنى مقومات الحياة، دون ملابس شتوية، دون أغطية، بدون أيضا الفراش. هناك من يلتحف يفترش الأرض ويلتحف السماء، هناك من ينام على الرمال ومن ينام على البطون. ظروف صعبة وفي غاية التعقيد جراء استمرار الحصار الإسرائيلي واستمرار العدوان الإسرائيلي على جميع محافظات قطاع غزة.